كيفاش غادي تدوزوا رمضان في الحجر الصحي؟ بغيت نقول اولا الناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو، رمضان مبارك سعيد عليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه. وكذلك بغيت ان شاء الله يا ربي وراء هذا الحجر الصحي كلنا نجتمعوا ونتلاقاو بالاحباب ديالنا والاصدقاء والعائله. هاد السنه هادي غادي يكون رمضان مختلف نوعا ما على الايام اللي فاتوا بسبب هاد الجائحه اللي كيمر بها بلادنا المغرب والعالم كله، لكن غادي نحاولوا انا وهناء وكاع الناس ناخذوا بكل ايجابيه ونستغلوا هاد الوقت هذا اللي كنقضيوه في المنزل مع العائله ديالنا. ان شاء الله هاد رمضان غادي نفطروا ونصليوا في ديورنا ونلتزموا بالتعليمات باش كلنا نكونوا على خير، وفي نفس الوقت الرجال والنساء اللي خارجين برا كيضحيوا بحياتهم من اجلنا نقوموا حنا بال يعني الواجب البسيط اللي هو نبقاو في ديورنا باش حنا ان شاء الله نتلاقاو معهم كاملين من بعد باش نشكروهم ونكونوا كلنا بصحه وسلامة يا رب يا رب. فتحية للأطباء الممرضين، رجال السلطة وكاع الناس، رجال الأمن، رجال الوقاية المدنية، كاع الناس عموما يعني اللي ندروا أرواحهم على ودنا حنايا. شنو هي الدروس اللي يمكن نستخلصوها من هاد المحنة اللي كنعيشوها كاملين؟ أما أنا الجانب اللي ممكن ندوي عليه اللي قدرت نستلخص منه من خلال هاد الأوقات اللي كندوزوها في كورونا أو هاد المحنة اللي كندوزو منها كاملين، هي أنه الإنسان مخلوق ضعيف وأي حاجة بسيطة تقدر تهدد سلامته وسلامة عائلته وسلامة العالم ككل. هذه نقطة خاصة ردوا لها البارحة بزاف، خاصة الحمد لله دائما 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 وأبدا على النعم اللي كانت معطيه لينا وكنرش ردي لها البال. حاجه اخرى اللي مهمه انا استخلصتها هو انه في الاتحاد قوه، بوحدي نبغي ندير شي حاجه لا يمكن، لكن مع نتحدوا كاملين ونقولوا غنبقاو في الدار ممكن تكون ثمار لهاد الخطوه اللي غنديروا. ف المغاربه تبارك الله معروفين بالتضامن ديالهم، وفي جائحه كورونا انا شخصيا شفت فيهم هذه الخصله كبيره، لا من ناحيه الناس الرجال والنساء اللي خارجين باش يضحيوا بحياتهم من اجلنا، لا من خلال الناس اللي قرروا يلتزموا بالتعليمات باش يبقوا في ديورهم. تبارك الله عليكم، الفرج قريب باذن الله، كنتسناكم نشوفكم قريبا باذن الله، كنحبكم بزاف. شنو هي الرساله اللي كتوجهوا للجمهور اللي كيبغيكم وافتقدكم في هذه الفتره؟ رسالتي للناس اللي توحشونا وحنا توحشناهم وكنبغيوهم، كنقول لهم هذه فتره كندوزو منها كاملين، غدوز ان شاء الله وغنتلاقاو وغنتلاقاو في واحد الظرف اللي غيكون فيه كل واحد فينا اقوى، كل واحد فينا شاف واحد الجانب من نفسه ما كانش. غنتلاقاو حنايا عندنا روح مواطنه كبيره وروح تضامن اكبر، فنتمنى هذا اللقاء يكون قريب ان شاء الله لان توحشناكم بزاف، والاهم تكونوا كلكم بصحتكم وبسلامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.